تلفح الشمس جبينه الصامدة كجندي عتيد، لونه الأسمر يحكي ألف قصة رجولة وكبرياء، يداه ترسمان طريق السلامة، همه الوحيد تأمين سلامة المرة وركاب الحافلات، وصافرته تعلن أنتم بأمان. طبعا شرط المرور موجود لتنظيم حركة السير بالنسبة لمستعملين الطريق، إن كان بالنسبة للسيارات أو بالنسبة للمشاة، وتسهيل الحركة وجعل المرور آمن بالنسبة لمستخدمين الطريق، بالإضافة للحد من المخالفات والحد من الحوادث اللي سببها أكيد راح يكون عدم التنظيم. وبالتالي دور شرط المرور هو تنظيم الحركة وتسهيل حركة مستعملي الطريق. الأهمية شرط المرور هي أول شيء تسهيل حركة السير ضمن المدينة وقمع المخالفات المشاهدة والخطرة، هاي أهمية وجوده بالشارع. طيب شو هي المصاعب يلي بتواجهكم أثناء تأديتكم لمهامكم؟ أغلب المصاعب تجينا يعني فيك تقولي بالشتاء، بس حالة الطقس وبصير عنا شتاء وبصير عنا، بس هاي المصاعب المواجهة. طيب في شيء حادث طريف حصل معك أثناء تأديتك لمهمتك؟ حادث طريف صار معي، حادث طريف يوم اللي صار عنا أمطار، الله بعد الخير صار عنا أمطار، فاجأت إنه بأحد المواطنين صار يساعدني يمشي مع السير على الاستراد، هاي يعني تفاجأت فيه إنه عم بيعاوني ويمشي معي السير. طبيعة عملنا نحن أول وحدة تسهيل حركة السير، اثنين بأيام المدارس تسهيل حركة السير للطلاب، تقطيع الطلاب الشوارع وتواجدنا عند المدارس، ثالث شيء تواجدنا بالشارع بخدمة المواطنين مشان الحوادث، تسهيل حركة السير بشكل طبيعي. يعني المصاعب يعني طبيعة عملنا ما فيها مصاعب، بس المصاعب اللي بنواجهها بالشتاء بالمطر، هاي أول وحدة. بالصيف طبعا تعرف نحن بالشارع يعني على طول انه متواجدين بالشارع، المطر الشمس الشوب. انا بتمنى من الاخوه المواطنين ان يلتزموا بالقواعد المروريه المواقف الرسميه اثناء تقطيع الاولاد الشارع، مثلا المدارس، يعني يا ريت يتعاونوا معنا مثلا وقت اللي بيكون عم نقطع اولاد، وقت اللي بيكون في مواقف رسم، يعني يلتزم بالمواقف الرسميه. اهميه وجودنا نحن في الطريق، اول وحده تسهيل حركه السير، اثنين ملاحقة السيارات المطلوبة ولا سيما المطلوبة اللي بيكون مزورة مدهونة بالأسود بالأبيض، هاي نحن بنلاحقها بشكل كامل. وجودنا بيقتضي أول شيء تنظيم حركة المرور، ووجودنا بالشارع نحن لازم نكون عين ساهرة بالليل وبالنهار بالنسبة لتنظيم حركة المرور، لقمع بعض المخالفات، والأهم المخالفات اللي فيها ضرر بالسلامة العامة، تجاوز الإشارة، السرعات الزائدة، المرور الممنوع. وجودنا صار بالفترة الأخيرة كلنا أولاد البلد بنعرف ياخذ ناحية أمنية أكثر ما ناحية مرورية، لأنه لازم تكون أنت رقيب على الشارع بكل الفعاليات، بكل شيء موجود بالشارع من النواحي الأمنية، من نواحي السلامة المرورية، من الناس، من الوجوه الغريبة، من التواجد الغريب، من أي مظهر غريب، أي سيارة غريبة. هلا في مصاعب كثير، بس المصاعب الأساسية اللي بتواجهنا اولا طبيعه عملنا نحن معروف شرطي المرور طبيعه عمله الوقفه 8 9 او 10 ساعات، احيانا بتقضي 12 13 ساعه بالمهمات، بالازدحامات، ببعض الحوادث، بالظروف الجويه، كانت الظروف الامنيه، هاي اول شيء. ثاني شيء نحن دوامنا بالشمس بالشتويه بالمطر بالثلج، متواجدين على مدار 24 ساعه نحن وزملائنا، يعني الدنيا عم تمطر، الدنيا عم تتلج، لازم نضل نحن بدوامنا وبعملنا، ما في شيء بديل ليغني عن وجودنا، نحن لازم نضل موجودين، نحن والمواطن اخوي بالشارع، نحن قانوننا شرطه في خدمه الشعب. قانوننا بصعيد المخالفات قانون حماي وليس قانون جبال. نطلب منه يعني شوي زياده الوعي والثقافه المروريه، التعاون، نظرتهم النا انه نحن اخواتهم، نحن مثل اي جهه او مؤسسه حكوميه عم نشتغل مشانهم، نحن ما غرضنا عداءهم ولا غرضنا مخالفتهم، بالعكس نحن يوم عم وقف واحد متجاوز الشارع عم خالفه مشان تاني مرة ما يتسبب بحادث أو بأذى أو ممكن بوفاة.
هلا اكثر شيء ممكن نحكي فيه بالنسبه لموضوع المصاعب هو عدم الوعي المروري. موضوع عدم الوعي المروري يعني مستخدم الطريق بيحاول ما يتقيد بالقوانين، بيحاول مثلا بالنسبه للمشاة ما يستعمل ممر المشاة مثلا، عدم التقيد بالقوانين بكافه اشكاله. ماذا لو لم يكن موجوداً؟ عشرات الحافلات، مئات السيارات وآلاف المارة، صدام، مشاحنات وتهشم عظام، فوضى، دخان وضجيج لا ينتهي. كل هذا يقع على عاتقه وهو واقف لساعات تحت لهيب الشمس أو مطر الشتاء، حاملاً صافرته، مستنفراً كل حواسه، يداه، عيناه، ساقاه، وقلبه المفعم بالعطاء، وروحه المحلقة في كل مكان. إنه شرطي المرور. الحقيقة السلامة المرورية بتتحقق بثلاث عوامل. العامل الأول اللي هو السائق، اللي هو أهم شيء، ثاني شيء السيارة، ثالث شيء الطريق. وكل ما كان السائق مع السيارة مع الطريق بأحسن حالاته، معناته نحن وصلنا لسلامة مرورية كاملة. كل ما كان في ثقافة ووعي مروري لدى السائق، ضمننا أنه ما في حادث مروري كان سببه السائق. كل ما كان السائق متفهم قوانين السير، كل ما كان السائق وعيه تمام وإدراكه تمام أثناء القيادة، ضمننا أنه الحادث ما يكون من قبل السائق. نرجع لموضوع السيارة. السيارة لما بتكون بحالتها الفنية الممتازة، لما بتكون مشيك عليها بشكل دائم من حيث الفرامل، من حيث يعني المحرك، من حيث ماسحات الزجاج، نحن عم نحكي بظروف جوية ممكن تكون بالمطر، هاد بنكون ضمن العامل الثاني من عوامل السلامة المرورية. العامل الثالث اللي هو الطريق. أنا كل ما كنت واعي أثناء قيادتي وحافظ معالم الطريق أو منتبه لمعالم الطريق، وكل ما كان الطريق بسوية فنية ممتازة، بضمن أنه السلامة المرورية متحققة من جهة الطريق. نحن لما نجمعهم هالعوامل هدول بنوصل لسلامة مرورية جيدة وممتازة. فرع المرور عبارة عن خلية نحل، من الصباح الباكر لتاني يوم يعني بمر فترة الظهيرة وبمر فترة المساء وبمر الفترة الليلية. نحن عندنا ثلاث فئات من العناصر عم تشتغل بالشارع، الفئة الصباحية والفئة المسائية، هدول عمليات، هدول عناصر قسم العمليات، هدول مهمتهم تأمين حركة المرور وتسهيل حركة المرور وقمع المخالفات بالشوارع. القسم الآخر اللي هو موجود ضمن الفرع أو ضمن مبنى الفرع، اللي هن عناصر قسم الإجازات، ومهمتهم تأمين إيصال أو يعني إعطاء إجازة السوق أو منح إجازة السوق للشخص المستحق بعد استكمال الأوراق المتعلقة بذلك. في عندنا القسم الثالث اللي هو عناصر قسم التحقيق، اللي مهمتهم التحقيق بحوادث المرور والشخوص لمكان الحادث، و يعني تنظيم الضبط اللازم اللي بيتناسب مع واقع وحقيقة الحادث. بالنسبة للعناصر الثانية، نحن في عندنا هلا عناصر بقسم العمليات بنظموا ضبوط، اللي بيصالح على هاي الضبوط عندنا هون هن عناصر قسم الإحصاء، هن اللي بيصالحوا على الضبوط الحضورية والغيابية ومنح براءات ذمة للسائقين يلي بيحضروا للفرع
بغية الحصول على براءة ذمة لسياراتهم، ممكن يكون بدهم عقد تأمين بيستلزم براءة ذمة، ممكن يكون هو بده يصفي أو ينقل سيارته، ينقل ملكية سيارته، أو بده يعني براءة ذمة لسيارته. نحن جاهزين على مدار 24 ساعة نعطيه براءة ذمة ولكل السيارات من جميع المحافظات، يعني لسيارات جميع المحافظات يعني نحن هون بنأمن له براءة ذمة. ونحن في عنا مكتب شكاوي بيتلقى الشكاوي من جميع المواطنين، يعني انت اذا عندك اذا كنت راكبة بسيرفيس او بتاكسي عامة اتصلتي على 115 او اتصلتي بالرقم يعني 541 50 51 او 543 50 51، بيرد عليك عنصر الشكاوي، بيتلقى منك الشكوى ومنعالجها ومناخد رقمك، منجيب الشخص، ممكن إذا بحاجة لمقابلة منجري مقابلة لنتأكد من طبيعة الشكوى ومننظم الضبط اللازم ومنحيله إلى الجهات المختصة عند الضرورة. طبعا نحن بإعاز من السيد وزير الداخلية بإيلاء التدريب الأهمية الأولى، نسعى لتثقيف عناصرنا بشكل دائم للحفاظ على سويتهم الثقافية سواء بقانون السير والأمور الثانية المسلكية. عناصرنا بيخضعوا، خاصة عناصر الدراجات، بيخضعوا لدورة مرورية في كلية الشرطة، والعناصر بشكل عام بيخضعوا لدورة مرورية دورية مدتها 20 يوم 3 أسابيع تقريبا، مغلقة لزيادة وصقل خبراتهم اللي كانوا يعني مكتسبينها سواء العسكرية، تدريب على السلاح، تدريب على الأمور، النظام المنضم، زيادة لياقتهم، زيادة أو التذكير بالعلوم المسلكية وكل شيء جديد في إطار عملهم بفرع المرور أو في إطار العمل المروري. متسلح بابتسامته كدرع صلب، تلك الابتسامة التي لا تفارق وجهه رغم التعب البادي على عينيه، ها هو يرمي بها لطفل قطع الشارع. لا يأبه لحر الشمس ولا لبرد الشتاء، فقد درب جيدا وعرف أهمية عمله وحجم الجهد المضاعف المطلوب منه كي ينقذ الأرواح. هلا بشكل عام قسم العمليات هو من يعني يعد احد اقسام فرع المرور العامله والميدانيه في شوارع، وهو متواجد عناصرنا على التقاطعات في مدينه دمشق على مدار الساعه. يقوم قسم العمليات بدايه بتوجيه عناصرنا بتسهيل حركه المرور على كافه التقاطعات في المدينه واعطاء انسيابيه في حركه السير. طبعا هناك اعمال اخرى اضافيه، ضبط جميع المخالفات المشاهده، ولدينا مخالفات تمس بالسلامة العامة بشكل مباشر ونأكد عليها لأنها تمس المواطن، ومن أهم هذه المخالفات لدينا مثل السرعة الزائدة، تجاوز الإشارة الضوئية، القيادة الرعناء، هي من المخالفات اللي لا يمكن التجاوز عنها لأنه ممكن تمس السلامة العامة بشكل مباشر في الشوارع. لدينا أيضا هناك مخالفات نأكد عليها، عناصرنا تقوم ضبط هذه المخالفات التي تمس المواطن في من الناحية الخدمية مثل عدم وصول نهاية الخط، المكار العامة، تغيير خط سير المركبة،
بالإضافة إلى عدم تشغيل العداد بالنسبة للتكاسي العام. يقوم أيضا قسم العمليات بإعطاء أفضلية المرور بالنسبة لسيارات الإسعاف والأطفاء، كما يقوم أيضا بتلقي الشكاوى من أخوة المواطنين سواء كان بشكل مباشر أو على 115 التي يتلقاها من غرفة العمليات. ويقوم قسم العمليات أيضا، عناصرنا كما تعلمون متواجدين بكافة الشوارع في العاصمة، فبالتالي يتم الإبلاغ عن أي طارئ شو ما كان الطارئ سواء أيا كان، فيتم الإبلاغ عنه بشكل سريع والتدخل بشكل سريع من أجل يعني إعطاء الأفضلية للإسعاف والإطفاء أو أي شيء آخر. بشكل عام مدينة دمشق هي مدينة قديمة، طبعا هناك عدد كبير من المركبات اللي أضيفت، وأصبح لدينا تقريبا حاليا أحصائي بحدود 1 مليون مركبة في مدينة دمشق، لأنه ريف دمشق أصبح في دمشق، فبالتالي شوارع مدينة دمشق هي شوارع قديمة، هناك تقاطعات وعلى هذه التقاطعات هي على مسافات قريبة من بعض، على كل تقاطع من التقاطعات لا تنفصل حركة المشاة عن المركبات، وعلى كل تقاطع هناك أكثر من ذراع أو أكثر من شارع يصب على هذا التقاطع، فبالتالي لدينا هناك كثافات مرورية، لدينا ازدحام مروري على هذه الإشارات الضوئية، بالإضافة ما يزيد من الازدحام المروري هو طبعا عدم وجود المراقب الكافية لهذه المركبات، فبالتالي نشاهد نحن ونعاني من ناحية إنسانية فيما يتعلق في الوقوف الرت الثاني بالنسبة للمركبات، وخاصة حتى في الشوارع الضيقة جدا اللي قد يؤدي الوقوف الرت الثاني إلى حدوث إرباك أو ازدحام مروري في على هذه التقاطع. طبعا نحن لدينا تعليمات وتوجيهات تعطى للعناصر من الاجتماعات، يعني لدينا نحن وفق توجيهات كما تحدث توجيهات السيد وزير الداخلية على احترام المواطن، اعطاء الاحترام المواطن بشكل كبير، ليس الهدف في المخالفة هو كمخالفة بحد ذاتها، هو ما يهمنا هو الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، يعني وقت نشوف نحن هناك في التزام قد تكون هناك المخالفة ليست مجدية، قد ما يكون أخي المواطن هو ملتزم، ولكن إن وقعت هناك مخالفة مرورية هناك مخالفات مرورية لا يمكن التجاوز عنها، هذه المخالفات التي تمس بالسلامة العامة بشكل مباشر، عندما شاهد سائق مركب يتجاوز الإشارة بشكل واضح يعني مثلا، فقد يؤدي إلى وقوع حادث مروري لا سمح الله، فبالتالي أنا لما لا يمكن نحن نتجاوز عن هذه المخالفة يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف وإعلامه أن هذه المخالفة الهدف منها إعلامه بأنه هو ارتكب مخالفة مرورية، طبعا وفق قانون السير والمركبات نحن نعمل وفق قانون السير والمركبات، ومخالفة مرورية الهدف من هي المخالفة هي عدم ارتكاب مخالفة في المستقبل قد تؤدي لا سمح الله إلى حادث مروري. مساء يعود الناس إلى بيوتهم، ينعمون بالدفء، يضمون أحباءهم، يتوسدون أحلامهم، بينما يبقى هو واقفا على رصيف الصبر، صبر لا يلين وعزيمة لا تستكين، ترافقه صافرته التي لا تنام ودراجة نارية تسامره وتحاكيه، ولا تزال ابتسامته الفتية تعلو خديه الأسمرين. شو أهمية وجود شرطة المرور بالبلد؟ والله الحمد لله عم يسهلوا الأمور ويأمن السير ويأمن كل شيء، ومواضيع الحمد لله جيدة جدا، وبراءة زميل السير كونه في عليها مخالفات قديمة يعني بتطلع الأمور أنظف وأحسن يعني. هلا شرطة المرور أهميته موجودة يعني بينظم السير وبينظم كل شيء وبينظمه، يعني لما ما بيكون بيصير في عجقة سير، بيعطي أمان، تنظيم سيارات، يعني بصير في قوانين أكثر بالشارع يعني. هلا شرط المرور ضروري يكون موجود بأي نقطة موجودة بالبلد. الحقيقة شرط المرور هو الكل بالكل بالشارع، يعني يجب على المواطنين كمان اتباع التعليمات المرورية، ما لازم المواطن يدشر إشارة أو يقطع طريق أو أي شيء،
يعني لازم يكون المواطن يتبع الإشارات. أكيد مهم شرط وجود شرط المرور، يعني لو ما شرط المرور ما بيمشي السير أصلا، يعني خاصة في أماكن ما في إشارات، يعني ضروري لازم يكون في شرط المرور موجود. إيه طبعا شرط المرور ضروري جدا، ضروري الناس تتعاون معه كمان. إيه طبعا تنظيم السير وتنظيم مرور الناس ومساعدتهم. شرط المرور طبعا يعني وجوده مهم جدا، يعني ما شاء الله عجقة سير وسيارات كتير، وشايفة جو العاصمة شلون بيكون خص وقت الزروة. بدون شرطة مرور ما بيمشي الحال طبعاً. طبعاً حتى ولا إشارة مرور تشتغل بدون شرطة مرور طبعاً طبعاً. بحال ما كان شرطة المرور موجود بالشارع شو ممكن كان يصير؟ كتير عم يصير عجقات، عم يصير خدناقات مرورية، كل شيء عم يصير. بيصير عجقة وفي عالم بتخالف كتير من دقني وجر، يعني إن شاء الله ما نكذب أنا ما في شرطة مرور وضل ماشي والله ما بقول لك هيك، بس ما بقطع إشارة. بس لما ما بيكون في شرطة مرور هل بيوقف على الزاوية بعرق السير واللي بيوقف ياخذ راكي، بس لما بيكون في شرط المرور ما بيصير حدا يوقف، يعني بيصير نظام بيصير بده يوقف على الموقف وياخذ العالم من قدام. يعني ما حدا رح يلتزم بافضليه المرور للثاني، يعني كل واحد بيعتبر انه افضليه المرور له على اي مفرق على اي طريق، يعني بصير هو اللي بده يطلع، فهذا بيطلع وهذا بيطلع، بتفوت الناس ببعضها. النظام ضروري وعكس النظام هو الفوضى. بده يصير في تشابك سير فظيع جدا، وهذا الشيء يعني اول شيء عم ياثر على المواطن، عم ياثر على السائق، عم ياثر على ضغط البلد طبعا، حتى السير احيانا بيصل لكيلومتر. في كل شارع وساحة يقف رجل نذر عينه يقظة تحرس أهله وجيرانه لضمان أمانهم ووصولهم بالسلامة إلى بيوتهم وأماكن عملهم. يعتبر قسم التحقيق في فرع مرور دمشق من أهم الأقسام المختص بالمحافظة على حقوق ممتلكات الناس التي تتعرض للأضرار أثناء وقوع حادث السير، وذلك من خلال نقل الواقعة كما حدثت إلى دفتر الضبوط، ومن ثم إحالة هذا النص المدون على دفتر الضبوط إلى الجهات القضائية المختصة لتحديد نسبة المسؤولية المدنية والجزائية المترتبة على طرفي الحادث، وبالتالي يعتبر هو الدعامة الأساسية للمحافظة على حقوق الناس وممتلكاتهم. وقسم التحقيق في فرع مرور دمشق مزود بكافة الأجهزة والوسائل بحيث يقوم بالسيطرة على الحادث في مكان وقوعه بكافة أنحاء العاصمة أينما حدث وبكافة الظروف. نحن في قسم التحقيق في فرع مرور دمشق نتلقى الأخبار بوقوع الحادث من عدة مصادر. لدينا قسم العمليات أو بما يعرف غرفة العمليات مزودة بمجموعة من الهواتف، منها الرقم 115 الذي هو معروف للأخوة المواطنين بشكل جيد ومعلن عنه. أيضا لدينا نتلقى الأخبار من المواطن مباشرة أو نتلقى الأخبار من الأخوة المسعفين أو من المشفى الذي يتم نقل المصابين إليه. نحن لدينا دوريات متواجدة في الميدان، يعني متوزعة في أنحاء في أحياء مدينة دمشق. لدينا أيضا دوريات متوزعة على المشافي الرئيسية، المشافي الحكومية الرئيسية لتلقي الأخبار مباشرة عند وصول المصابين. بعد تلقينا الأخبار تقوم الدورية إذا لم تكن متواجدة في المشفى، أيضا لدينا قسم عمليات خاص فينا مزود بأجهزة لاسلكية ومزود بهواتف، نقوم بتوجيه الدورية عبر اللاسلكي إلى مكان الحادث. تتوجه هذه الدورية إلى مكان الحادث وتقوم باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لمحافظة على مكان الحادث، ومن ثم ضبط إفادة الشهود، المحافظة أيضا على ممتلكات الناس الموجودة ضمن الحادث.
طبعا لدينا في عام 2018 ما تعداده 3005 حوادث، 3005 حوادث في مدينة دمشق، تنقسم إلى حوادث مادية وحوادث جسدية. بالنسبة للحوادث المادية هي 1835 حادث لتاريخ 1/12، تاريخ 1/12 لدينا 1835 حادث. لدينا حوادث جسدية 1107 حوادث، 1107 حوادث نتج عنها 1314 مصاب، 1314 مصاب. لدينا 64 حالة وفاة، 64 حالة وفاة في دمشق. طبعا هذه الإحصائية هي فقط لواحد 12/2018 فقط. نوجه نصائح مهمة جدا للأخ المواطن. أولا ضرورة المحافظة على الهدوء، ضرورة أن يحافظ على هدوئه بعد وقوع الحادث، يعني يحاول ضبط أعصابه، ضبط نفسه، لأن زيادة التوتر تؤدي إلى زيادة عمق الصدمة، وبالتالي آثارها تصبح خطيرة جدا على صحته. قد لا يكون مصاب إلا إصابات طفيفة أو خفيفة، وهو يعتقد أن إصاباته كبيرة جدا. لذلك يجب عليه أن يحافظ على هدوء أعصابه. وأيضا هذه المهمة للأخ المسعف الذي يتواجد في المكان، من الضروري جدا أن ينقل هذه الصورة للمصاب أن وضعه الصحي جيد وأنه لا بأس عليه ولا يوجد ما يهدد حياته، بحيث يتم يؤدي ذلك إلى تخفيف حدة الصدمة. ومن ثم يقوم الأخ المواطن بعد التأكد من سلامته بتفقد جسده، تفقد بدنه، بحيث يتأكد أنه غير مصاب بإصابات خطيرة، ومن ثم يقوم أيضا بإبلاغ الجهات المعنية سواء على الهاتف رقم 115 كما ذكرنا قبل قليل، أو الإخبار أقرب نقطة طبية عن طريق الأخوة المواطنين مستخدمي الطريق. كان شرطي المرور يحافظ على سلامة الناس في الشوارع وعلى الطرقات من الحوادث المرورية بصافرته وإيمانه بعمله، فإن ثمة رجل آخر يحافظ على سلامة الوطن بجهاته الأربع، ببندقيته وإيمانه بالنصر. إنه حامي الدار، حامي الوطن، الجيش العربي السوري.